حاجه بس قبل الماتش اللي فات، قلت لكم ان انتوا جيل اوعوا تخسروا بعض عشان خاطر اي نتيجه، اوعوا تخسروا بعض كصحاب بره الملعب وجوه الملعب. الحاجات دي هي اللي بتبقى الكوره، مش باقيه الكوره مش باقيه. احنا هنفضل لحد اخر العمر اصحاب، وانا بتشرف ان انا كنت معاكم. بشكر الكابتن شوقي وجهازه كله واللعيبه على الـ على الـ يعني على المساعده اللي هم ساعدوها لنا ان احنا نقدر نقضي الشهر اللي احنا قضيناه مع بعض كويس، بالنيابه عن الشناوي والونش. انا بشكركم جدا جدا، وكان نفسنا ان احنا نساعدكم اكتر من كده، واحنا حسينا ان احنا في الفرقه دي بقالنا كتير. وبتاسف لو حد فينا قصر في اي حاجه، انا مبسوط اني كنت معاك جدا يعني. وان شاء الله ان شاء الله كابتن، والله يا كابتن يعني ربنا يعلم يعني، عشان ما حدش يفهم اي حاجه. يوم جينا اتجمعنا وجبنا حجازي وقعد حجازي مع رمضان، كانت كلمه حجازي رمضان لو صعدنا لدور الثمانيه انت هتبقى كابتن المنتخب في الماتش ده. وقعدوا بقى ينير الماتش ده ومش الماتش ده، لكن قال له كده في اول مره وبلغني. قلت له ده موضوع امر داخلي بينكم وبين بعض، احنا ما احناش طرف فيه خالص. وجالي كابتن حجازي النهارده قال لي انا على رتبتي عايز رمضان يبقى هو الكابتن. انا زي ما قلت لحضرتك، ودي حاجه انا بحترمها فيه. احنا كنا جايين من اول يوم جايين نساعد، واحنا ما جايين نخلي نفس الروح اللي موجوده في الفرقه. انتوا كلكم خط صغيرين، كان لو انا امبارح اتكلمت مع اي حد عشان خاطر اي حاجه يعني معلش برضو سامحني ويستحملني، وانا فخور ان انا كنت معاكم. سد الشكر بقى يا جماعه.